سلامة يا رب دايما يا مصر في كل حين. الحقيقة لما بنتكلم على تطوير بلدنا وبنتكلم على ما يحدث، وطبعا زي ما حضراتكم تابعتم بدأت مع حضراتكم النهاردة بمشكلة السيدة اللي دافعت عن المجند في القطر والكلام ده كله، وهنسمع كلام كتير في هذا الموضوع. وزي ما بنقول دايما انه في ناس بتنفخ في النار، يعني بتاخد الفيديو بتاخده بتخطفه من محتواه وتقدر ان هي تعمل موضوع كبير جدا، يعني زي ما شفنا انه الدولة بتعود هيبتها في استخدامها لأراضيها بشكل قانوني، بتحط القانون المنفذ لهذا الأمر. لكن ناس كتير، خليني أروح للناحية التانية، ناس كتير اتكلمت أين مراعاة البعد الاجتماعي. النهاردة كل حالة ليها أسبابها، ليها وضعها. مش معقولة أبدا إن أنا هيكون في ناس من التجار الكبار بتوع الأراضي دي اللي كانوا بيعملوا وضع يد على الأراضي ويقسموها ويبيعوها في غياب طبعا القانون في وقت من الأوقات، وإنه الدولة كانت بتتقاعس في هذا الأمر لأحداث وأسباب كتيرة جدا كلنا حضراتكم عارفينها. لكن في الآخر مش هتيجي عند واحد بنى بيته ضعيف متواضع جدا وعايز يسكن فيه فيعامل ده بده. كلام كان مهم جدا الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي، واكد على الجزئيه دي وادى الصلاحيه لكل المحافظين ان هم يفكروا وان هم يشتغلوا على هذا البعد الاجتماعي، وانه الحالات تدرس بشكل جيد، وانه حتى القانون لما اقر نسب المصالحات من 50 جنيه ل 2000 جنيه دي كانت موجوده في الاماكن اللي اهل محافظاتها عارفين انه الاماكن دي غاليه والاماكن دي متواضعه والاماكن دي ارخص. ده جزء لازم يكون فيه البعد الاجتماعي والتعامل مع المواطن بشكل، لانه الموضوع ما جاش فجاه، الموضوع النهارده الدوله بتصلح نفسها، فلما هيحصل هذا الاصلاح لازم يكون فيه انضباط من المجتمع. ده هيحصل ازاي او الميكس ده هيحصل ازاي؟ خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم، برحب بالاستاذ الدكتور ابراهيم الغزاوي استاذ القانون الدولي. يا صباح الخير يا فندم، واهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك، بتنورنا دايما في مصر جميل. اتشرف وبيسعدني منبركم الجميل اللي بنتصل بيه باهالينا في مصر كلها. يعني اهلا بحضرتك يا فندم. يعني انا اخدت مقدمتي دي من حوارنا قبل الهوا. حضرتك كلمت في جزئيه مهمه جدا، الناس بتتكلم على السوشيال ميديا، بتتكلم في الشارع، انه احنا ما عندناش مشكله مع القانون وتنفيذه بالمره، لانه القانون ده هيسري على الجميع، وده شفناه. والحقيقه القياده السياسيه بتسعى جاهده ان هي تضع موازين العدل على الجميع، ما فيش حد فوق القانون، وده ابتدينا نستشعره في المرحله السابقه. لكن البعد الاجتماعي يا دكتور ابراهيم، وحضرتك لفت نظري ليه بشكل قوي جدا، واكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه او في مؤتمره الصحفي عن مخالفات البناء. نبدا منين يا فندم؟ هنبدا بالبدايه المنطقيه، ان الحكومه وعلى راسها رئيس الوزراء وفوقهم القياده السياسيه والرئيس السيسي خدت يعني هذه الاجراءات لاهداف مهمه جدا، وهي اعاده رسم مصر بما تستحقه من انضباط وتنظيم. صحيح. لانه خليني اقول لحضرتك بصراحه انه احنا حتى كمواطنين عاديين في الشارع كلنا او يعني الاغلب العام من الناس كان غير راضي على العشوائيات ايا كانت. طبعا. وبنعاني منها لغايه الان. ونعاني منها. صحيح. وبالرغم من عدم رضانا عن هذه العشوائيات برضو احنا عارفين انها ما ظهرتش مره واحده، وعارفين انها تراكمات من سنين طويله، وعارفين ان المرحله كانت فارقه بعد 25 يناير لاهتزاز قبضه الدوله نسبيا وما تلاها من احداث حصلت فيضانات من المخالفات والاجتراء على الدوله وعلى اراضي الدوله والاجتراء على التنظيم وقوانين التنظيم. صحيح. خلاص كل هذا الامر اخذ وقت وعدى، ومصر دلوقتي في مرحلة جديدة، واللي حضرتك اتكلمت عنها في المقدمة يعني البليغة يعني اللي بشكرك عليها. شكرا. ان احنا مصر بتعيد تشكيل وتقديم نفسها كدولة مدنية حديثة. دولة مدنية حديثة يعني ايه؟ يعني في قانون وفي انضباط، ويعني في تنظيم، ويعني في شارع، ويعني في مرافق، ويعني في حريقة لما تحدث في مكان ادخل عربية الخدمة مش اوقفها على بعد 2 كيلو لان ما نش لاقي شارع ادخلها لها. ويعني في مرافق بتدخل لامان، ويعني في سكن ادمي للناس. هي دي معنى الدوله المدنيه. ولذلك
العشوائيات عكس كل هذا. وبالمناسبة العشوائيات تكلفة مزدوجة، تكلفة على اللي قام بيها على الناس صح، وتكلفة مضاعفة على الحكومة عشان تعرف تصلح الكلام ده وهو غير قابل للإصلاح. نعم. وتودي له مرافق وكذا وكذا وكذا، بيبقى مسألة في منتهى الصعوبة، والأسعار بتاعتها بتبقى مضاعفة عن لو كان هناك تنظيم ابتدائي. على أي الأحوال الوضع ده للأسف الشديد تراكم لسنوات طويلة، وبدأ هذا هذا الاتجاه من الحكومة مؤخرا إنفاذا للقانون 2019 والتعديلات بتاعته واحد لسنة 2000، قانون واحد لسنة 2000، بنعمل عملية الموائمة على الواقع. الموائمة على الواقع يعني ايه؟ يعني بحاول بقدر الامكان كحكومة يعني اسبغ صفة الشرعية على هذه المخالفات من ناحية، واحاول بقدر الامكان ادخلها في التنظيم من ناحية اخرى. كويس. ودي مسألة في منتهى الأهمية والخطورة. ولذلك يعني هي بتصب او يجب ان تصب في المقام الاول في مصلحة الملاك والحائزين، لأنه في الآخر كان بنى بشكل غير قانوني وهياخد صك ممهور بخاتم الحكومة. إن مكانه دوت أصبح شرعي وسليم، يقدر بقى يتعامل معاه بكل التعاملات وإلى آخره. لكن الحقيقة القانون برضو يعني وضع بعض، يعني لما حدد قيم التصالح القانون كان مرن للغاية لما قال من 50 لـ2000 ولائحة التنفيذية. وهنا هقف بقى عند النقطة التانية اللي هي المهمة جدا. أما جت الدولة تطبق هذا القانون، عايز أقول لحضرتك أن ربما فوجئت الدولة بحجم المخالفات. نعم. حجم كبير مش بسيط. نعم. نتكلم في ملايين المخالفات. نعم. وطبعا على أرض الواقع مع بداية التنفيذ بدأت تظهر مشكلات التطبيق اللي حضرتك قلت بعضها، اللي هو إيه، في ناس بنت بشكل متواضع عشان تسكن وتعيش، بس في ناس تانية تجرت وقطعت اراضي وبورت اراضي زراعيه قطع صح، وبعتها غاليه جدا صح. وفي واحد غلبان اشترى قطع من دي وبنى عليها بيت حط فيه كل اللي قدامه واللي وراه صحيح. دي حاجه. في حاجه، في ناس تانية ورجال اعمال استغلوا وضع معين في توقيت سابق ووضعوا ايديهم على اراضي دوله وعلى اراضي تعتبر من جزء من المرافق العامه والملكيه نعم. العامه واشتروا افدنه واراضي في وقت اليسر بملاليم وقطعوها وكانوا شاريينها يزرعوها، راحوا عاملينها مباني او فيلل وباعوها بمئات الملايين والمليارات ايضا صحيح. اما اجي انا النهارده وانا بطبق القانون، مش منطقي خالص ان انا اساوي بين ده وبين ده. مش منطقي بين ان انا اساوي بين واحد بنى بيته بالكاد عشان يسكن فيه واستدان وربما يعني باع كل اللي قدامه واللي عشان يعمل حاجة تظلله ويقعد فيه هو وولاده، واروح واسويه ما بين واحد بيبني قصور وفلل على اراضي مش مملوكة وما دفعش حق الدولة بالمناسبة. نعم. واخد الارض يعني تكاد تكون سرقة. نعم. ماشي. إذن ده بيعمل ده بالنسبة لنا يجب يترجم لإيه بالنسبة للمحافظين والتنفيذيين. وأمر جيد جدا إن السيد الرئيس متفهم لهذا الأمر، وبالمناسبة وهو في اسكندرية الرئيس قال كلمة ما ينفعش إن احنا نتجاهلها. قال يا جماعة المخالفات اللي تمت دي، وكان غاضب جدا وحد في غضبه صحيح. قال هي تمت والحكومات موجودة وما ينفعش أحمل المواطن لوحده تكاليف هذا الخطأ اللي احنا نتحمل. اذا يعني الرئيس بنفسه حط اطار التعامل الانساني صحيح، اللي هو بتاع البعد الاجتماعي صحيح. حط الاطار في الكلمه دي. ما ينفعش اتجاهلها. ما ينفعش وانا بنفذ القانون اروح في قريه واخد 200 جنيه و300 جنيه على المتر من اللي باع بيت وبناه بالعافيه وكمله بالكاد واسيب اللي باع له الارض واللي عمل له واللي عمل له واللي عمل له واحيانا مش هيقدر يدفع كمان التصالح ده. مش هيقدر. ما هي دي المشكله. ولذلك يعني وانا اتكلمت ابتداء وقلت القانون ده مقرر لمصلحة المجتمع ولمصلحة المواطن، لا يجب ان انا كدولة اسمح انه ينقلب يبقى ضد الدولة، لانه هيثير غضب قاعدة كبيرة من المواطنين وعندهم حق بالمناسبة. ليه؟ لانه يعني الدولة خد حقك، خد حقك من اللي غلط، ما تاخدش حقك من الضحية. لان اللي بنى بيت وبتعتمه كان المجلس موجود وربما بعضهم دفعهم يعني بعض المبالغ غير الشرعية عشان وبنى وعمل كل حاجة. ده الاكيد يعني. مش كده؟ ده الاكيد. طب احنا لازم تحاسب. هنعمل هنغني يعني نقول ان احنا ما خدناش بالنا. ما ينفعش. الرئيس امر بان الناس دي تتحاسب. تحاسب. وفق القانون. وازاي هم سكتوا على هذه المخالفات. انا عايز اقول لحضرتك يعني. الاكثر خطورة من هذا ان الناس دي اللي المفروض تحاسب ولسه ما تحاسبتش، دول اللي هم كانوا جزء مهم من منظومة المخالفة يعني. نعم.
هم دلوقتي بعضهم وكثير منهم بينزلوا في التنفيذ ولديهم شراسه غير عاديه في التنفيذ. الله، يعني انتوا كنت فين قبل كده؟ نمره واحد، نمره اتنين. الشراسه في التنفيذ دي مش مطلوبه، لان الشراسه دي بتعمل غضب شعبي. طيب، وبتعمل رد فعل انا مش عايزه. يعني دكتور ابراهيم، اعتقد انه حضرتك وضحت جزئيه مهمه جدا، وهي جزئيه البعد الاجتماعي، واكد عليها السيد رئيس الوزراء وقال للساده المحافظين لازم نراعي النقطه دي، ويكون في تقدير الحقيقه واقعي وحقيقي للامطار بتاعه الاراضي اللي هتكون في اماكن مختلفه. لكن انا النهارده لما اجي اقول لك انه الدوله قالت في ميعاد محدد 25/9 احنا هنقفل باب التصالح وهنبدا نخش على تنفيذ القانون ضد اللي ما تصالحوش وضد المخالفين وكذا، ثم يعود مره ثانيه لزياده المده بشهرين كمان للناس اللي تلغي اوراقها وتقدم اوراقها وتقدر توفق اوضاعها، وعمل حاجه جميله جدا اللي هي ايه، بيوقف الهدم في بدايه اللي هو ايه، جديه التصالح. تمام، في دفع مبلغ مقدم عشان اقول ان انا عندي جديه التصالح، وادي يا دوله ادي جزء من حقك لغايه لما تقرري لي المبلغ اللي عليا. تمام، كل الامور دي وكل الخطوات دي ما بيتكلمش عليها الاعلام، مش واضحه قوي للناس. الناس خايفه، يعني الناس، في بعض من الناس، وانا بقول لحضرتك ويمكن اهالينا في كل القرى سامعين، خايف يقوم من النوم على صوت لودر جاي يهد بيه. صحيح، انا جاي لحضرتك ومحمل برساله للبرنامج وللبلد. انا من قريه اسمها البصرات في المنزله، ده قهلية، ناس اهالينا فلاحين وطلبه وعمال كل الاصناف، يعني نعم، جزء شريحه من هذا المجتمع المصري. الكلام اللي حضرتك بتقوله هو اللي الناس بتقوله بالظبط. طب هو ايه يا جماعه؟ احنا مش ضد الدوله ولا ضد التصالح. نعم، بالعكس، احنا مبسوطين ان في انضباط هيحصل وفي كذا وفي كذا، بس في نقطه، فكره العقلانيه في التنفيذ، وفكره انه ان الاداره، انا وان القانون فتح الباب للتصالح النهارده، وهناك توجيهات من القياده السياسيه والتنفيذيه بالتيسير على الناس وكده، فانا يجب كمحافظين وكتنفيذيين مشرفين على هذا الامر ميدانيا انه يسهل الامور باقصى حاجه ممكنه. وفي النقطه دي انا عايز اقول حاجه، يعني ربما فاتت على الوضع القانون شويه، يعني هو عايز رسم هندسي للمكان ليه؟ وفرض ليه رسوم لأقدم الطلب؟ كل الكلام ده مجانا ومن غير رسم هندسي. هو اصل الرسم الهندسي ده بيبقى مطلوب ابتداء، لو انا جاي لحضرتك عايز اقول لك اديني ترخيص، فانت سيادتك بتقول لي اعمل رسم، بيت مبني، ده البيت مبني. سيادتك عايز رسم هندسي ليه؟ ماشي، اطلبه فيما بعد، لكن ما تحطوش كشرط النهارده. لكن وكمان ما تقوليش وانا جاي اعمل طلب عشان اتصالح ادفع 1000 جنيه لان انا باني بيت اقل من 100 متر او في القريه و5000 في المدينه. او الرسم ده ما كانش له اي لازمه، لان انا في النهايه برضو انا مش عايز الدوله تظهر كمظهر الذي يريد ان يجبي مالا وخلاص في كل حاجه. لا، دي حاجه، ده انا بعملها ببعد اجتماعي، وعايز افكر الناس، المواطن نفسه والمجتمع، بان الدوله لها حق علينا في حاجه تانية. الدوله بنت العشوائيات اللي ازالتها، والحي الاسمرات وبشائر الخير، ومئات انقذت الاف الاسر، انقذت مئات الالاف من الاسر من حياه شديده البؤس، وعملت معاش تكافل وكرامه. نعم، وخفت الدعم من حاجه وخدت الفلوس عملت بها معاش للارامل وعملت كذا. نعم، وفي طرق وشبكه وفي حاجات جميله جدا بتحصل في البلد. فانا يعني انا كحكومه برضو النهارده لازم يكون عندي هذه الفطنه، ان انا ما اسمحش للقانون وانفاذه انه يعكر صفو نوع حاله من الرضا العام داخل المجتمع على منجزات كتير قوي بتحصل في بلدنا. نعم، نظير عده ملايين من الجنيهات. في منطق، وفي وبعدين التوقيت مهم، فكره ان انا امتى اعمل الكلام ده برضه مهم. انا النهارده، وخلي بال حضرتك، ودي نقطه في منتهى الخطوره لا يجب ان انا اغفلها كمحافظ او كقائد تنفيذي، ان انا لسه في ازمه كورونا والناس البلد اتغيرت، اتبهدلت، يعني هي ناس كتير اتغير وضعها، فكره اليه التنفيذ وروح القانون. الله ينور عليك. يعني يا دكتور ابراهيم، انت تقصد بكلام حضرتك انه خلينا نكون منظومه واحده وما ننساش الجميل اللي حصل خالص، يعني الحلو اللي حصل في البلد، لان الحلو كتير والحلو كتير، حلو كتير جدا، انما زي ما بنقول مش عايز ارش والارض عرض طبعا عند اهالينا في القرى وفي الاماكن دي، هم دول كل ما يملكوه هذا البيت بالقطع. نعم، وعايز اقول لحضرتك انه الناس ولاءها للبلد وانتمائها ومقدرين للحاجات اللي بتحصل. نعم، بس برضه ما تقدرش تطلب من واحد
يعني انه يبقى مبسوط وسعيد وانت جاي يعني في معرفش برضو لازم كل الاجراءات دي اقولها ونكررها تاني لانه متابعه الاعلام والسوشيال ميديا انا بشوف ان هي قلت شويه عند الناس، فبالتالي انه حتى لو هيحصل تقسيط لحجم وقيمه التقديرات على 3 سنين بدون فوائد وما الدوله اقرته مع المتصالح الحقيقه هو القانون اقر هذا التقسيط وسمح للجهه الاداريه نعم. انها يعني تاخذ هذا المبلغ على 3 سنوات بدون فوائد، وده امر جيد جدا، وممكن نبقى 5 ماهيش مشكله نعم. لاننا في النهايه برضو في الاخر مقصد الدوله من هذا القانون وانفاذه والحزم مش اللي خلص وعدى لكن اللي جاي. اذا وانا بعمل التدارك لما حدث قبل كده. احسنت دكتور، مهم قوي القادم، مهم قوي اللي جاي نبني ازاي. انا عايز ابني وابني صح. القياده السياسيه نفسها، الرئيس على راس القياده السياسيه نفسه قال احنا اللي هنخطط وهنعمل لكم البنيه الاساسيه وانتوا تفضلوا ابنوا في شكل يعني جيد ومحترم. حقيقه يعني موضوع مش هيتقفل النهاردة أو بكرة، لكن احنا مرينا على عدة نقاط مع الحقيقة الدكتور إبراهيم، كان أهمها مراعاة البعد الاجتماعي، حالة التنفيذ، روح القانون في التنفيذ، ده جزء مهم جدا عشان السلم الاجتماعي أو المجتمعي يتوافر عشان نستمتع بما حدث في نهضة مصر الجديدة من مشروعات أكتر من رائعة أنا وحضرتك وحضرتك دفعنا فيها الفلوس دي، فلازم نحافظ عليها. شكرا جزيلا دكتور ابراهيم، نورتني في برنامج مصر جميله، بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل هنروح لاستراحه فنيه كده مع الاستاذ محمد الورداني المصور الفوتوغرافي، وهنشوف كده مجموعه من الصور الحلوه على يعني برنامج مصر جميله، ونقول كده انه الجمال والفن مازال باقي جوانا بعد هذا الفاصل. جمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على 2:00.